وهذا يقول: إذا نسي المصلي وجلس للتشهد الأول فطال جلوسه ثم نبه، هل يسجد قبل أو بعد السلام؟ السجود هنا ليس بواجب، يعني إذا سهى في التشهد الأول وأتمه ظانا أن هذا هو التشهد الأخير، فهنا نقول الزيادة هنا قولية أو فعلية؟ الزيادة قولية، لأن هذا الجلوس محل جلوس، فالزيادة قولية، والزيادة القولية لا توجب سجود السهو، لكن إن سجد فهو أفضل، وإن لم يسجد فلا حرج عليه. وإذا أراد أن يسجد فليسجد بعد السلام، من أجل أنه زاد، وكل سجود سهو عن زيادة يكون بعد السلام.